السيد الرئيس بشار الأسد اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقدم خلاله التعازي وشكر الرئيس الأسد القيادة الروسية. تقدم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في اتصال هاتفي، كما تلقى الرئيس الأسد عددا من برقيات التعزية والتضامن. كما تلقى سيادته برقية مماثلة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وأعرب جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية بفريق. هذا اختصار للنشرة الصباحية، تقريبا كانت 30 دقيقة 25 دقيقة كانت بهذا الشكل بدون مبالغة، وفي 5 دقائق حكوا عن الأوضاع وعن تقارير وعملوا تقارير أو يعني أدرجوا تقارير من يوم أمس، وهي عادة سورية قديمة الحقيقة مانا خاصة بإعلام اليوم، إنه بتكون أخبار الرئيسية أخبار الأولى في النشرة مهما كان الخبر، استقبل ودع قص شريط إلى آخره. ايضا يعني قلنا بلكي بهالمناسبات بغيروا ببدلوا ببدوا موضوع يعني المأساة، عمليات الانقاذ الى اخره، اعمال تتعلق يعني اخبار تتعلق بالحدث نفسه، سوريين ناطرين يعرفوا شو صار بهالمدن المنكوبه، فما غيروا عادتهم. وكان يعني معظم بدايه النشره حتى يعني خلينا نقول القسم الثالث منها هي اخبار تتعلق بتفاصيل ممله جدا عن الاتصالات والبرقيات التي تلقاها الرئيس الاسد وكيف رد هو على هذه البرقيات.